أهلا بكم. قضيتنا لهذا الأسبوع من برنامج تحرير الجريمة تتعلق بسرقة المواشي جرت وقائعها في ولاية المسيلة. مصالح الدرك الوطني فور تلقيها للبلاغ عبر الرقم الأخضر 1055 قامت بفتح تحقيق في القضية، حيث استعملت مختلف الأساليب التكنولوجية الحديثة في معالجة الجريمة. المجرمون حاولوا طمس آثار الجريمة بشتى الطرق، فهل نجحوا في ذلك؟ تابع معنا. قام بالاتصال بمصالح الدرك الوطني عبر الرقم الأخضر 1055. الدرك الوطني في خدمة، تفضل. أزروا لي أزروا 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 وحضوني داولي رزقي أزروا. وسرقوا لك 45 راس داولي أزروا. المكان بالضبط؟ في المسيلة. إيه طريق بوسعادة. طريق بوسعادة. أبقى في المكان تاعك دوك نوجه لك الدورية. أقصبوا لي أقصبوا. الرقم الاول كاين مواطن راه اتصل عبر الخط الاخضر 1055 يبلغ على انه تعرض للسرقه تاع 45 راس من الغنم. المكان تاعو في بلديه المسيلة طريق بلديه بوسعاد. الدرك الوطني بالمسيلة عندكم سرقة تاع 45 رأس من الغنم. مكان بالضبط؟ طريق بوسعادة بلدية المسيلة. طريق بوسعادة. خبر قائد الفرقة وتأخذوا الإجراءات اللازمة. مفهوم. بعد تلقي الخبر قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة بتشكيل دورية والتنقل مباشرة إلى مكان وقوع السرقة. فور تلقي الخبر شكلت دورية تابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة للتنقل إلى عين المكان لمباشرة التحريات الميدانية مدعومين بفصيلة الأمن والتدخل. حين وصول رجال الدرك الوطني باشروا بالإجراءات اللازمة مع وضع تشكيل أمني. يا شيخ داولي داولي دا مفادي سرقوا لي 45 راس. يا شيخ هذا وين داوهم؟ هذا وين؟ والراعي راكم داير؟ عندي عساس داير عساس هاني بعثوا راعي حواس هو اللي عيط لي في التليفون. وراه الزريبة تاعك؟ هاي الزريبة تاعي. ما دخل حتى واحد؟ ما كاس خل غير العساس. معناتها برك من جا؟ ها والباب محلول ها وكيما خلاوه هاي اللي كسر. حبس شوف
الرقم الأول ثبت لنا مسرح الجريمة ودير شريط إحاطة. تأكد رجال الدرك أن القضية تتعلق بسرقة المواشي، فقاموا بتثبيت مسرح الجريمة. المشاهد الأول، أعطينا معاينات الأولية. حضرت مسرح الجريمة عبارة عن زريبة سرقت فيها المواشي. من خلال المعاينات الأولية تبين بلي وجود قرائن دالة توحي وتفيد بالسرقة. سلم مسرح الجريمة رئيس الخليط الشرطة التقنية. علم. فورها تم استدعاء عناصر خلية الشرطة العلمية والتقنية للبحث عن الآثار والبصمات من مسرح الجريمة. كما تم تمشيط المكان للبحث عن الأغنام المسروقة. واش راك دير هنا يا الشيف؟ انا كيما كتشوف راني فروض، عيط لي واحد انا نجي ندير فيه كورسه. شكون هو السيد هذا اللي تسمع فيه؟ لا ما نعرفوش. كيما كتشوف حالته فروض، عماد النيميرو عيطوا لي انا جيت، ماشي على بالي شكون السيد. تم توقيف المدعو جعفر لاشتباهه في عمليه السرقه، حيث تم اقتياده لمقر الفرقه للتحقيق معه. بعد بحث دقيق من قبل رجال الدرك الوطني، تم العثور على رؤوس الغنم المسروقة. الرقيب الأول، الغنم ما هنا، درك نبلغوا عليهم قائد الفرقة. رجال الدرك الوطني عثروا بمسرح الجريمة على عدة آثار وأدلة، سيتم إرسالها لمخبر الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي لإجراء الخبرة العلمية عليها. أثرنا على أثرين بين مسرح الجريمة، أثر حذاء وبقع حمراء من المحتمل تكون دم. سلم الأثر لقائد فرقة. لمسرح الجريمة تم رفع عدة آثار وأدلة، فهل هي كافية لمعرفة هوية الفاعلين؟ مبروك، مرحبا بك في مقر فرقة الدرك الوطني بالمسيلة. في اليوم الموالي تقدم إلى مقر فرقة الدرك الوطني صاحب الماشية لتقديم شكوى. الله فيك الله يا شيخ. الملكية هذيك تاع الماشية اللي استرجعناها، الملك تاعك ولا؟ نتاعي يا شيف، تاعي وفيها زوج معزات، 45 راس. الراعي اللي راك مدايرو محل ثقة؟ ما شاف جبتو جديد وكانوا عندي خدموا عندي جماعة من قبل وراحوا. الضحية صرح لرجال الدرك أن الراعي أحمد هو من اكتشف عملية السرقة. من بعد عيط لي زوج تاع الصباح قال لي راح كاين غنم كاين معيزات. كش ما عندك اشخاص محدده تشك فيهم؟ ما نشك في حتى واحد يا شيف. صح، على مقربه منك موش مظالي كاش ناس يستاسيونيو بسيارات كاتفون كاتباشي في اوقات الليل في بدايه النهار؟ ما كانش يا شيف، وانا ثاني حالتي حاله تسوق، نوض الصباح نشد السوق ونعاود نرجع ثاني العش واحد نضرب طلع عليها شوي هاتي وكاش ما نخلي وصايا للعساس هكذا ونروح لدويرتي. الراعي باشر العمل عند مبروك منذ 6 أشهر، فهل يكون الراعي متورطا في قضية السرقة؟ يسرح بغنمه. مول كاترون كات تعرفوا؟ ما نعرفوش. المهم ابقى على اتصال دائم بينا،
كل جديد رانا نجيو نبلغوك به. ان شاء الله ان شاء الله شيخ، بارك الله فيك. الهاتف اللي عندك غير هو، ما عندكش ارقام اخرى؟ هذاك ما عندي، هذاك اللي عندي. قول لي احمد، كي تكون تسرح كش ما كاين واحد يجي يقعد معاك؟ انا كنخرج نسرح، ما حتى واحد يجي يريح معايا، نسرح وحدي. على اثرها تم اخذ اقوال الراعي احمد على محضر سماع رسمي. كحتواه تجيني؟ ما كانش. ما شفتش حتى كش ما السياره مازدا باشي تترصد لتما. الراعي كان يغط في نوم عميق عند حدوث عمليه السرقه. شوف انا كنت راقد، جيت خرجت، انا سمعت الهز، جيت خارج ما لقيت زريبه محلوله، شيء ما كانش معهم كلب الغنم هادم. كانش كي رحت للزريبه. المدعو احمد لم يشاهد الفاعلي. ما جدرتش شوف. استعمل تليفون واحد ولا زوج؟ تليفون واحد. احمد خلي التليفون تاعك مفتوح، كي نحتاجوك نتصلوا بك. علاش التليفون عندي ما محلو؟ بخلال التدخل الآني وفي وقت وجيز، تمكن أفراد الفرقة من توقيف أحد المشتبه فيهم واسترجاع المواشي المسروقة. في إطار التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسيلة حول تعرض أحد المواطنين لسرقة 45 رأس من المواشي، المطلوب منكم قائد الكتيبة. وبعد إعلامه بمستجدات التحقيق، عقد هذا الأخير اجتماعا مع المحققين لوضع خطة محكمة لتوقيف الفاعلين وتحرير المحاضر. الفوز الثاني بقيادة رئيس خلية الشرطة التقنية مكلف بالبحث عن الأدلة بمسرح الجريمة. الفوز الثالث بقيادة النقيب قائد فصيلة الأمن والتدخل مكلف بالتوقيفات. مفهوم؟ مفهوم. تفضلوا. على إثر تلك المستجدات، بشر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة تحرياتهم في القضية، فطلب قائد الفرقة من مصالحه طلب تسخيرة من متعاملي الهاتف النقال للحصول على المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المشتبه فيه جعفر. الهاتفية حرر تكليف شخصي للمتعاملين الثلاث من أجل المكالمات الصادرة والواردة خلال يومي الخميس والجمعة مع طلب الملف القائدي لكل شريحة. مفهوم. تفضل. جعفر وين تسكن بالضبط؟ خلال مثول المشتبه فيه جعفر على طاولة التحقيق، أنكر جميع التهم الموجهة إليه. الشيف أنا راني فرود، عيط لي واحد ما جيت ندير في الكورس. تعرفوا هذا شخصيا؟ مبروك. شكون هذا مبروك؟ مول الفيرما. ومبروك هذا عندك علاقة به من قبل مداري تنقلها للمشية؟ ما نعرفوش الشيخ، ما نعرفوش. أنا فرود داير نيميرو في الباشي، عيط لي واحد قال لي أنا باللي اسمي مبروك أروح راه عندي كورساني، جيت لي الشيخ. والوقت اللي لقيناك تما جاك هذا مبروك في ذاك الوقت ولا؟ ما مازال ما جاش، أنا قريت قاعد نستنى فيه وما جاو اللي جو دار مزوني. جعفر ليست له علاقة بسرقة المواشي. أنا جبناك على أساس أنك مشتبه فيه في سرقة 45 رأس من الغنم. هو خاطيني يا الشيف، أنا نفروض برك الشيف. جعفر التحقيق هو اللي بين أسكو خاطيك ولا أنت والسارق، إحنا جايبينه. تفضل مساعد الأول. أسفرت تحريات الدرك الوطني أن المدعو جعفر اتصل عدة مرات ليلة وقوع السرقة بالمسمات خديجة، فهل هذه الأخيرة متورطة في سرقة المواشي؟ تفضل. النتائج الأولية حضرات تفيد بأن المشتبه فيه جعفر كان يتحدث في عين المكان مع المشتبه فيه حمزة. حمزة مستعمل الشريحة باسم فتاة اسمها خديجة. كما تحصلنا على الملفات القائدية لجميع الأرقام الهاتفية. جعفر هذاك واش صرحنا اللي وقفنا الأول، هذاك واش صرح؟ جعفر صرح باللي كان يتصل بالمسمى حمزة. والمكالمة تثبت باللي كان في عين المكان؟ ثبتت حضرات. وصلوا التحريات وبلغوني بأي جديد في الحين. علم. لحد الساعة أسفرت تحقيقات رجال الدرك عن الاشتباه في تورط المدعوة خديجة في القضية، فما هي علاقتها بالسرقة؟ فورها تم استدعاء المدعوة خديجة لمقر الفرقة للتحقيق معها. صباح الخير خويا. سلام. صباح الخير. لحقتني كونفوكاسيون من عندكم. هاتي لاكارت تاعك.
تفضلي. مرحبا. يعطيك صحة. خديجة وين كنتي ليلة البارح؟ كنت في دارنا. خديجة كانت في المنزل وقت وقوع السرقة. مرحبا. البارح كنت كونيكتي، كناش طفيت كونيكسيون وحكمت بلاصتي، لقيت ديريكتوم. تعرفي واحد اسمه جعفر؟ جعفر. المشتبه فيها لا تعرف المدعو جعفر وليست لها أي علاقة معه. نيميرو تاعك هذا؟ هي هذا نيميرو تاعي. مين كان نيميرو تاعي؟ دوكا ما راهوش عندي. وين راه درك نيميرو هذا؟ ديتو لولد عمي حمزة. واش يدير عند حمزة؟ هكا كان أشاك فوا يجي يقول لي أعطيني أونيتي نهضر نهضر نهضر، أعطيته له ديريكتومون. أعطيتي له النيميرو على اسمك؟ هيه. ما خفتيش؟ خديجة صرحت للمحقق أنها منحت شريحة هاتفها النقال لابن عمها حمزة وهو الذي يقوم باستعمالها منذ 5 أشهر. تظهر في جريدة المكالمات الهاتفية في قضية سرقة. وأنا علاه ما فهمتش؟ أنا لحقتني كونفوكاسيون جيت ما نبالي بوالو، ما فهمتش ميم با علاه جيت لهنا. حنا النيميرو تاعك لقيناه في جريدة المكالمات تاع واحد ورد بقضية سرقة. سرقة؟ سرقة مواشي. ما على باليش، انا قلت لك النيميرو هذا كان عندي وي عطيته لابن عمي حمزه. على بالك بروحك بلي متورطه بقضيه سرقه؟ سرقه سرقه. انا خاطيني ولا لا؟ على باليش كاع بهذه. انا كما قلت لك لحقتني كونفوكاسيون كي جيت لهنا اوكون يدي، ما على بالي بحتى حاجه. انا جيت هذا النيميرو. ما كاينش انت اللي تخدمي به درك؟ مانيش انا شحال عندك من اللي حبستي؟ عندي دو مومي اللي عطيته له. حنا درك حنا نعلمناك بلي النيميرو تاعك ظهر في قضيه، إلا زدنا سحقينا كان نعود نعيطوا لك إن شاء الله. داكور إن شاء الله. جعفر من خلال التحقيق الأول راك أنكرت في السامع الأول. يا حضرات أنا راه خاطيني، أنا إنسان خدام على روحي، خاطيني يا حضرات. خلال سماع المدعو جعفر للمرة الثانية تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة واعترف بارتكابه للجريمة. كره أنا الهضرة اللي هدرتها في الاستجواب الاول هذيك هي، ما عندي ما نزيد من نقص. جعفر لازم تستعرف. ما عنديش حتى حاجه نستعرف عليها، انا ما درت والو، انا انسان خاطيني انا. جعفر راك هدرت مع المدعو توفيق ثلاث خطرات، وحده 11:20 وحده 12 غير ربع والتروازيام 12:30. يا انا خاطي هما. شكون هما؟ هما خاطي انا، حمزه وتوفيق هما اللي دخلوا. انا عيطوا لي بنديم كورسا برك. وشحال تفهمتوا؟ ما قال لي ارواح نهزوا الماشيه نخرجوها ومن بعد راني نتفاهموا في السوم، ما تفهمتش معاه. من خلال المعلومات المتواتره التي تحصل عليها رجال الدرك واستغلالا للدليل العلمي، تبين ان حمزه متورط في قضيه السرقه. بعد تحديد مكان تواجد المدعو حمزة تنقل رجال الدرك الوطني لتوقيفه. تم اقتياده لمقر الفرقة للتحقيق معه. حمزة نهار الخميس في الليل الساعة 12 تاع الليل 3 تاع الصباح وين كنت؟ يا شيف انا الخميس غايب، انا عندي دو جور وانا غايب الشيف. الانكار سمة المجرمين من شاكلة المدعو حمزة وهو ما كان متوقعا في بداية التحقيق. تأكد تاعي يا شيف هذا رقمي الشخصي. مصح تبين لنا هذا الرقم باللي على اسم فتاة خديجة، واش تكون لك هذه؟ وين خديجة الشاف؟ وين خديجة؟ مكتوب باسمي انا خديجة. ما انا خرج لنا نفس اللقب. بنت عمك هذه خديجة؟ خديجة عندي بنت عمي خديجة. هاك تقول لي هو على اسمي نيميرو ايه نمشي بها انا شاف.
هي عندها بيسة قلت لي هاك مشي بها برك. بيسة زايدة عطتها لك تمشي بها؟ عندها دو بيسة قلت لها مسحقها برك عطتني نمشي بها. بصح انت قلت لي مدون على اسمك. من الوكالة الشاف فيه مخرج النميرو باسمي الشاف. فاهم روحك يا حمزة. المشتبه فيه كان في كل مرة يحاول التهرب من أسئلة المحقق، حيث كانت علامات الارتباك بادية على وجهه. قلت لي كنت خارج ولاية مسيلة، بصح الرقم هذا لقيناه مكان السرقة بوصل الأدلة العلمية تبين باللي كنت تهدر مع جعفر وتوفيق. وين جعفر الشاف؟ وين توفيق؟ وين جعفر وتوفيق تعرفهم؟ بعد مواجهة المدعو حمزة بالدليل العلمي وتصريحات شريكه جعفر، اعترف هذا الأخير بتورطه في السرقة رفقة كل من جعفر، توفيق والنوري. فسر لي يا شيف. سمعت لي سرقت يا شيف؟ مانيش أنا أنت لي سرقت. ما سرقتش يا شيف. واش نسرق أنا؟ واش نسرق أنا؟ خاطيني يا شيف. قلت لي نعرف جعفر. جعفر وتوفيق تعرفهم؟ يا شيف نعرف أنا توفيق جاري. هما تاني كانوا محل سرقة. بصح جعفر أنا نعرفه، توفيق جاري وخويا. بصح أنا ما سرقتش يا شيف. أنا جعفر فرود. عيط لي توفيق قال لي خصني فرود. قلت له دوك نعيط لك لجعفر. قلت له ما سرقتش أنا شيف. أنا عيط له على 12 تاع الليل فرود. فرود الساعتين تاع الليل يا شاف. انا ما سرقتش. انا ما سرقتش يا شاف. انا شبع من خاطري سرق. انا ما نسرقش انا. شكون الدوخه وتوفيق هذا؟ شكون توفيق؟ الدوخه هو اللي كلش. هو اللي سرق. انا خاطي. هو اللي دار. هو اللي عيط لجعفر. هو اللي خرج. انا خاطي يا شاف. انا ما كنتش. انا كنت قاعد من هنا نعس برك خاطي. فبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هويه الشخصان المشتبه فيهما، ويتعلق الامر بالمدعو توفيق والنوري. دوخة باصينة. ما باصينة ما والو سيدي. مادامنا هنا ما باصينة ما والو. رانا ملاح سيدي. رانا ملاح. يو كيف راني موسوس من الحومة. الحومة ما يقولش. في تلك الأثناء كان توفيق رفقة شريكه النوري في إحدى المناطق بولاية المسيلة. يا والله غير يجيبهم لك. أنا نقول لك ما نقعدش هنا. ما يجيبهمش. أنا قلت لك ما نقعدش هنا. تخرج مباشر. الشياه لا ما لحقوش مباشر. كيف طاحوا علينا في الذم ما فهمتش. قلت لك ما تجيبش جعفر. كيف ما نجيبش جعفر؟ واش راح تجيب؟ ما باصيناش. يا راجل الحومة. بعد غلق جميع المنافذ من طرف رجال الدرك الوطني داهمت المصالح المكان. عنده ثلاث ايام ما بانش. يبان لك راه مخبي. انا مش يبان لك الحومة جا. نشوف واش جو جناب يا الله. وقف 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 انا خاطيه. واش كاين غبطك مانيش انا خاطي. خاطيه واش كاين تحرك واش كاين؟ ما عندي والو هاو لنا العربة. تم توقيف كل من المدعو توفيق والنوري، حيث تم اصطحابهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما. باسين عرفتها. توفيق، راك موقوف بناء على شكوك حول سرقة مواشي.
سرقت مواشي، ما عندي مواشي حضارات، انا ما على باليش على راني هنا. توفيق، عطينا العلاقه تاعك مع المسمى مبروك. مبروك 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 اي مبروك من الزريبه. خلال مثول توفيق على طاوله التحقيق، كشف هذا الاخير معرفته بصاحب الماشيه مبروك، غير انه لم يقم بسرقه اغنامه. 3 أصباح، وين كنت؟ هل عندك رقم الهاتف 06-73-068-51؟ هو بدا تاعي مكتوب باسمك. باسمي تاعي. وين استعملته في الفتره هذيك من 12-3 أصباح؟ الخميس. الخميس ما استعملتش. الانكار ما يفيدش. ما استعملتش، انا ننكر، ما درت والو، ما ننكرش. العلاقه تاعك مع جعفر وحمزه وكحله، وبالاخص جعفر. حضرات راك جبت لي جعفر وحمزه، مانيش فاهم القضيه انا واش كاين، وشني مانع عليها جاي انا، مانيش عارف. الدليل العلمي للمكالمات اثبت باللي كان عندك اتصالات مع جعفر. استمر التحقيق مع المشتبه فيه لعده ساعات، توفيق متشبث بانكار جميع التهم الموجهه اليه. تصبح كنا نقصروا حضرات هذا، وتفكرت كنا نقصروا. عيط لي وهدرنا مع بعضنا وقصرنا عادي. توفيق، ظاهري انت ما عندك حتى جروح. جرح؟ نعم جرح. جرح عندي، جرح عندي. وقت تعرضت للإصابة؟ البارح. الدليل العلمي اثبت انه في الزريبة لقينا بقع تبدو انها دم. الزريبة. بعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة العلمية، اعترف بارتكابه للسرقة. مع الإصابة تاعك اللي راهي جديدة وحديثة، الإنكار ما يفيدش. حضرات أنا غلطت، حضرات نقول لك صح، أنا غلطت صح، أنا اللي دخلت للزريبة وسرقت الشيء. حكينا بالتفصيل وقت بديت ترصد، وقت بديت التخطيط، وقت تنفذت العملية. الساعة تشير إلى 5:30 مساءً، توجه كل من توفيق، حمزة والنوري لمكان تواجد حظيرة الماشية، أين شرح لهم المدبر الرئيسي كيفية تنفيذ السرقة. هيها معلم، هذه هي الزريبة اللي قلت لكم عليها. مالي؟ شوف راك تشوفي هذيك الدقشة، حضرت أنا وسوسني الشيطان ما خلصنيش، باب تلفني جاب واحد آخر، هيا قاعد نعس في الزريبة. المراه ما كان والو، لا كلب مربوط لا والو. السيد راني كنت خدام في الفيرما هذه، وعندي واحد اليومين، والله جيتو عنده 40 راس مريقله، حسيتو واحد 15 يوم وانا نعس فيه. لا صح معلم. الباب ساهل منين؟ عنده 3 دخلات ساهلين ندخلهم نورمال. احكي لي على السهل. تسمى انا اللي قلت لهم باش نسرقوا الزريبه هذه، الزريبه هذه انا خادم فيها ونعرفها منين ندخلوا منين نخرجوا. ساهله عند الدقشه هذيك. ما يهمناش. والله فير كونفيرمي. ندخلوا نورمال، هز شياك عادي. تسمى انا قلت لهم ما تخافوا ما والو، انا على بالي بالراعي بلي راح يدخل على 8 تاع الليل ما ينوضش للصباح. شوف احنا باه ما نديروش النش، وباه ما نتوسوسوش، ونخدموا خدمه رايحه. احكي لي على الرقاص. الزوج تاع الصباح نتلاقاوهم. تسمى قريب نلحقوا للزريبه ب 200 متر، قلت للكحله قلت له اقعد عسى هنا تبعني. في حدود الساعة 1 صباحا كان الراعي يغص في نوم عميق. هناك انتهزت الجماعة الفرصة لمباشرة العملية. انت اقعد هنا، الزريبة واحد 100 متر، ما حاجك ما تحركات وخبرنا. اسوي فيدي هنا يا جوش دروات، ندخل الانيه والحومه. انت والحومه خلاص فهمنا. تفهمنا جعفر جعفر فلوس كي موضوع. افونسيت انا وحمزه للزريبه. هذه الزريبة دوكا ندخلوا ليها. ها بلا قلق، ما تقربع والو. اروح 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 اروح. هيا دخلنا للشياه. اسمع انت
نروح منا عسلي الباب يروح منا عسلي وانا ندبر راسي نروح عسلي برك وتحبي رايح نروح عني رايح من هاي في حين قام توفيق وحمزة بالتسلل خفية داخل حظيرة الماشية. هناك قام أفراد الشبكة بالسطو على قطيع الماشية. خلنا الأشياء بدينا نخرجوا فيهم. حما روح أو جعفر استنى رش رش اروح لي على الباب شكل دور ثم اروح يعني جاي اروح رش 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 مدي هذه مديها لا امشي تاعي امشي خرجناهم افونسينا بهم شويه لقينا بلاصه تاع حجره بنا باللي كاينه دوريه تاع جدارميه خلينا الشيه ثم قلنا بعد ما تروحوا نتوما نعاودوا ندوهم استنينا شويه استنينا لقيناكم صدمتوا رحتوا للشيه وعاودتوا رجعتهم وهذه هي الحكايه. في الوقت الحالي توفيق راهي توفرت ادله قويه ومتماسكه من شأنها إثبات ارتكابك لجنحتي تكوين جمعية أشرار وسرقة المواشي في ظروف لم يتعدى عليها أمد التقادم. احترافية رجال كتيبة الدرك الوطني بالمسيلة وتدخلهم الفوري إضافة للاستغلال الجيد لتقنيات التحري أكنهم من معالجة القضية في ظرف وجيز حيث تم توقيف الأطراف المتورطة في القضية. التبليغ الفوري للمواطن ساهم في معالجة القضية في ظرف قياسي أين تمكن رجال الدرك الوطني من توقيف جميع المتورطين في القضية حيث وجهت لأفراد الشبكة جنحة سرقة المواشي وحكم عليهم 5 سنوات سجنا نافذا. نحن ننقل لكم الوقائع لتعتبروا. نهاية اليوم، إلى اللقاء.